حلول شهر محرم الحرام تنتشر المواكب ومجالس العزاء الحسينية على امتداد الطرق المؤدية إلى المراقد والمقامات المقدسة في محافظة نينوى، استعدادا لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحسين عليه السلام. هذا المناسبة الأليمة الفاجعة الذي تمر علينا كل الأيام وكل السنين، هو كل أيام هو أيام شهر عاشوراء، كل يوم هو كربلاء. فهذا الخدمات اللي نقدمها حاليا كلها لبا أبا عبد الله الحسين، شيء بسيط جدا جدا، بسيط جدا للأبا عبد الله الحسين. والله لو قطعوا أيدينا وأرجلنا نأتيك زحفا يا حسين. بعد تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية، بدأ سكانها إحياء مراسم عاشوراء والتحضير لها قرب المقامات والمراقد المقدسة، وتشارك في هذه الشعائر جميع المكونات في محافظة نينوى بعد أن فك الخناق عنها من سطوة الإرهاب الذي كان يمنع هذه الطقوس ويعاقب من يمارسها. مواكبنا مستمرة من يوم واحد محرم نباشر على هذا الشارع الرابط بين موصل وكركوك لحد يوم العاشر. الأشياء البسيطة نقدر نقدمها، كل ما نقدم نقطة من بحر. الحسين عطاء دائم وعطاء لكل الناس لكل البشرية، ما جاء لطائفة ولا جاء لشيعة ولا للسنة، إنما الحسين للإنسانية، الحسين لجميع البشر لجميع العالم. أكثر من 500 موكب و200 مجلس عزاء تتوزع في محافظة نينوى استعدادا ليوم العاشر من محرم، وبدأت في تقديم خدماتها منذ أول أيام الشهر الحرام، تتركز في سهل نينوى وداخل مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر وقضائي تل عفر وسنجار. منذ أول أيام شهر محرم الحرام بدأنا في تسجيل المواكب الحسينية التي تقدم الثواب والعزاء للإمام الحسين عليه السلام. عدد المواكب أكثر من 500 موكب منتشرة في سهل نينوى والموصل وداخل مدينة الموصل. تتجسد رسالة الإمام الحسين عليه السلام في إحياء ذكرى استشهاده وما تحمله من عبر يستلهمها المسلمون، أهمها الوقوف بوجه الظلم والخروج لنصرة المستضعفين وإعلاء الحق على الباطل في كل مكان وزمان. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.